ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل رول البيتزا. رول البيتزا هيعمل معانا كمية حلوة قوي، كيلو دقيق هيعمل لنا تقريبا 60 قطعة من البيتزا. بجد حلوة قوي قوي، طريقتها سهلة، طعمها في منتهى الجمال، هتعجبكم جدا. تنفع في المناسبات وتنفع في اللانش بوكس وفي الرحلات. خليكم معايا علشان تشوفوا الفيديو بتاعنا. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل البيتزا رول. تعالوا نشوف كده معايا. هنا ده كيلو من الدقيق، هحط عليه كيسين من اللبن البودر، كيسين اللي هما الصغيرين. هحط عليه كمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر، معايا هنا كمان معلقتين كبار من السكر، اديهم معلقتين كبار من الخميرة الفورية، معايا معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة مش مليانة من التوم البودر. وهرش كل الكلام ده على الدقيق. كمان معايا كوبايتين من الزبادي، هيطروا العجينة جدا ويخلوا طعمها حلو. واللبن البودر برضو لو انتوا يعني مش موجود عندكم، ممكن هنعجن بلبن عادي، بس اللبن البودر برضو بيدي طعم حلو قوي للعجينة بتاعتي. هقلب بقى كل المكونات دي، وعليهم كمان هحط 3 معالق كبار من الزيت، وهنعجن بمية دافية او بلبن دافي اللي انتوا تفضلوه. هبتدي ان انا اخلط المكونات كلها بالعجين، او هنعجنها على ايدينا. نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا لمدة ما تقلش عن 10 دقايق، ونزود المية الدافية بالتدريج زي ما شايفين كده، ونعجن شوية وابتدي ان انا ازود المية زي ما قلتلكم بالتدريج، والمية بتاعتنا تكون دافية. العجينة معايا بتلم اهي، هسيبها تتعجن لمدة 10 دقايق. طبعا كمية السوائل على حسب نوع الدقيق اللي انتم بتستخدموه. العجينة خلاص اهي جاهزة معايا، وبصوا بتمط ازاي. خلوا فيها تلزيقة شوية في الايد. هبتدي بقى ان انا اجيب معلقة كده واغلف بيها العجينة بتاعتي، واغطيها واسيبها لغاية ما تخمر. اهو كده انا غلفت العجينة كلها، هغطيها بالبلاستيك باب وهسيبها تخمر معايا لغاية ما يتضاعف حجمها، وبعد كده نبتدي نشكلها. العجينة بتاعتنا هي خمرت وتضاعف حجمها، وعايزة اقول لكم تحفة جدا. وعلى بال ما الخميرة بتاعتي او العجينة بتاعتي خمرت، انا جهزت الحشوة اللي هحطها في رول البيتزا. معايا هنا اي نوع لانشون، احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده بيتزا بالجمبري، بيتزا بالسوسيس، الميني بيتزا، وكمان المولتون بيتزا. كل الحاجات دي هحطها لكم في صندوق الوصف، وكمان هحط لكم اللينك بتاع الصفحة اللي جبت منها الجبنة الموتزاريلا. انا هنا معايا سلامي ولانشون فراخ، اي حشوة ان شاء الله، حتى تونة تقدروا تحطوها، لحمة مفرومة، الحشوة اللي موجودة عندكم، فراخ، دي حاجة براحتكم. كمان حطيت فلفل الوان او فلفل اخضر، وزيتون اخضر او زيتون اسود. كل الحشوة بتاعتي انا مقطعاها صغير علشان لما احطها وافردها في العجين وابتدي ان انا الفها رول، العجينة بتاعتي ما تتقطعش. هبتدي بقى ان انا اركن الحشوة بتاعتي كده على جنب. وكنا كمان عملنا مع بعض صلصة البيتزا، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كانت خلطتها سهلة جدا وكانت بسيطة، وقلنا هنعملها بكمية ونحطها عندنا نحفظها في اي وقت نقدر ان احنا نطلع. هبتدي بقى ان انا افضي الرخامة بتاعتي علشان نفرد العجين مع بعض. اول حاجة هنعملها هنبتدي نهبط العجينة بتاعتنا بوكس حلو كده يخليها تنزل معانا. احنا عاملين كيلو من الدقيق، فمش هنفرده
كله مرة واحدة عشان نعرف نفرده فردة كويسة. الرخامة بتاعتي نظيفة، وهبتدي افرد على الرخامة شوية كده من البقسماط المطحون ده اللي انا هفرد عليه البيتزا او الرول البيتزا بتاعي. وهنلف الرول بتاعنا زي ما بنلف السينابون، عملنا برضو مع بعض قبل كده السينابون، عملنا كيكة السينابون. السينابون عملناه صيامي وفطاري، تقدروا كل الوصفات دي تدخلوا وتشوفوها. هبتدي بقى ان انا اخد جزء من العجينة بتاعت البيتزا بتاعتي وافرده. هبتدي، انا اخدت جزء اهو من العجين بتاعي بتاع البيتزا، وزي ما قلت لكم انا رش على سطح الرخامة بقسماط مطحون وبالنشابة، وهبتدي افرد العجينة بتاعتي كده مستطيل، ويكون المستطيل بتاعي يعني رقيق شوية نص سنتي علشان لما اجي الفها ما تبقاش تخينة قوي. فانا هفردها كده زي ما انتم شايفين، وهوريكم السمك بتاع العجينة بتاعي. زي ما انتم شايفين انا فردت، خدت نص كمية عجينة البيتزا وفردتها على بقسماط مطحون وفردتها بسمك. بصوا حاجة رقيقة جدا، يعني نص سنتي. وهبتدي بقى ان انا اوزع صلصة البيتزا عليها زي ما قلت لكم احنا عملنا مع بعض صلصة البيتزا قبل كده. هبتدي بقى ان انا افرد الصلصة كويس جدا على العجينة. حطينا صلصة البيتزا اهو، وهبتدي بقى ان انا احط الحشوة بتاعتي. هبتدي اول حاجة ان انا احط الجبنة الموتزاريلا، وهحط لكم زي ما قلت لكم اسم او نوع الجبنه والمكان اللي انا جبت منه الجبنه. هوزعها على العجينه بتاعتي كلها. وزعنا الجبنه الموتزاريلا، هنبتدي بقى نوزع زي ما قلت لكم الحشوه اللي تعجبكم. انا هنا هحط في الجزء ده شرايح كده او حتت من السلامي. الحشوه كلها انا مقطعاها قطع صغيره اهو، تمام كده. الحشوة دي على حسب الذوق بتاعكم، على حسب الأولاد عندكم بيحبوا ايه من الحاجات دي. هبتدي كمان احط شوية من الفلفل الألوان. وشوية من الزيتون، والزيتون حابين تحطوا زيتون اسود زيتون اخضر، برضو دي على حسب الذوق. وهبتدي ان انا الف الرول بتاعي. عايزة اقول لكم ريحته خطيرة. هبتدي زي ما كنا بنلف السينابون، هبتدي ان انا الف الرول بتاعي. بس اجيب حشوة كده اهو ونلف الرول بتاعنا كويس جدا لغاية ما نوصل لآخر الرول بتاعنا. وادي الرول اهو بعد ما لفيناه، نبتدي بقى نقفل الجزء الاخراني ده كويس ونبتدي نقطع الرول بتاعنا. الرول بتاعنا انا هقطع سمك صباع او يعني صباع ونص، اقصى حاجة في تخن القطعة بتاعتنا تبقى صباعين. فاحنا ايه نجيب السكينة كده ونبتدي ان احنا نوسع لنفسينا ونقطع. محاولش ان احنا ندخن الصباع قوي اهو. وادي الرول بتاعنا اهو. هبتدي بقى ان انا احطه في الصاج بتاع الفرن اهو كده. انا دهناه دهنه كويسه من الزيت، وهديله تبطيطه كده بس صغيره. الحشوه كده مع الرول بالطريقه دي مش هتخلي اي حشوه تقع منها، وان الولاد هيستفيدوا بكل حاجه موجوده جوه الرول اللي معانا. فانا هقطع بقى بنفس الطريقه السمك زي ما قلت لكم ما تخنوش
القطعة بتاعتكو، يعني صباع ونص صباعين بالكتير قوي علشان ما تبقاش تخينة، ونحطها في صينية او في الصاج بتاع الفرن يكون مدهون بالزيت دهنة كويسة، او ورق زبدة يكون عليه. هخلص الكمية كلها ووريها لكم. زي ما انتم شايفين انا شكلت الجزء الاولاني اهو. عايزة اقول لكم ان هي بتعمل كمية كبيرة جدا. هكمل بقى باقي كمية العجينة اللي معايا، هخلصها بحشوة لانشون الفراخ وهوريكم النتيجة في الاخر. فردت العجينة اهو وحطيت عليها صلصة البيتزا. هبتدي بقى ان انا اوزع عليها الحشوة بتاعة لانشون الفراخ. حطينا الحشوة والجبنة الموتزاريلا وهنبتدي نلفها رول ونقطعها. خلصت الكمية اللي معايا كلها. عايزة اقول لكم عملوا معايا كيلو دقيق تقريبا 60 قطعة، وطبعا على حسب التقطيع بتاعتكم. هبتدي بقى ان انا اجيب معايا هنا شوية لبن من غير اي حاجة، وابتدي ان انا ادهن وش العجينة بتاعتنا. هتديها لون حلو قوي. اللي حابب يدهن ببيض، صفار بيض، حاجة ترجع لكم. طبعا مسخنين الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 180. هندخل عليها الميني بيتزا بتاعتنا دي او رول البيتزا اللي معانا. حلوة جدا، فكرة تنفع للانش بوكس، تنفع في الرحلات، تنفع في المناسبات. لو عندك عيد ميلاد بيبقى صنف حلو قوي على السفرة بتاعتي. هكمل باقي الكمية وادخلهم الفرن وارجع اوريهم لكم بعد ما يستوي. ادي البيتزا رول بعد ما طلعت من الفرن، اول ما بتطلع على طول بغطيها علشان تفضل طرية معايا. هسيبها لغاية ما درجة حرارتها تهدى وبعد كده نبتدي نطلع. ايه رأيكم بقى في رول البيتزا؟ عايز اقول لكم 60 قطعة ريحتهم وطعمهم في منتهى الجمال. تعالوا كده بصوا طرية ازاي، مستوية حلو قوي من فوق ومن تحت، وريحتها تجنن وطعمها خرافة. تنفع حلوة قوي في المناسبات، في اعياد الميلاد، تنفع في خروجة في النادي، في اللانش بوكس للولاد، فطار، في عشاء، روعة بجد، حلوة جدا. اتمنى تجربوها، هتعجبكم وهتعجب الولاد. كمان تقدري تحتفظي بيها في اكياس في الفريزر لو انت عاملة كمية، هتطلعي شوية تستخدميهم والباقي تقدري تشيليه في الفريزر في اكياس زي ما قلتلك، تطلعيه وقت ما تحتاجيه. اتمنى تعجبكم وما تنسوش تشجعوني.